لا شك أن معسكر بكلنا مهم جدا. أنا إحنا شرحنا بالنسبة للأسباب اللي أدت معسكر، وبرجع أشرحها يعني على عجالة. أنه يعني أول شيء طبعا إحنا عندنا صيانة في ملعبنا، وحيكون التدريبات صعبة، وحنستخدم الرديف، وفي يعني فئات سنية الأولمبي، الشباب، الناشئين، والمدرسة. وشيء ثاني نحن عندنا لاعبين مصابين، ولي، العربي، عبد اللطيف الغنام، نامي، عادة تأهيل، وتركيز أكبر يعني على مدى جاهزية المرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة يعني ما حد يعني الجميع يعرف أنها مرحلة مهمة ومرحلة صعبة بالنسبة لنا، حيكون فيها منعطف في دوري زين وبداية كأس آسيا وكأس الملك. فأيضا أنت تعرف أن المنتخب حيلعب يوم 29 إن شاء الله مع أستراليا. أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، وحيرجعون اللاعبين، ما تدري مدى جاهزيتهم، إصاباتهم، وشفنا الإصابات بدأت تداهم كثير. فنبغى نهيئ عدد أكبر من اللاعبين. وتعرف المباراة اللي حتكون القادمة مع الرائد 3 مارس، يعني حيكون فعليا بعد المباراة بيومين. وصول المنتخب بعد المباراة حيكون تقريبا متأخر في 1 مارس، إن لم يكن في 2 مارس، وهذا حيشكل ضغط. لذلك المعسكر كان بالنسبة لنا مهم من عدة نواحي أيضا، وهذا هو الأهم. لما أنت تأخذ مجموعة من اللاعبين تسيطر على راحتهم وغذائهم وفترات تدريبية أكبر، من يحتاج إلى التأهيل وزيادة معدل اللياقة حيكون الجهاز الفني قادر أنه يسيطر عليه، من يحتاج إلى الاسترجاع. وأنت تعرف أنه إحنا لعبنا آخر 7 جولات ما يفصلها سواء بين كل مباراة ومباراة 3 أيام، حيكون الجهاز الفني والطبي يعني مسيطر أكثر على اللاعبين. وهذه المرحلة حتكون فقط مدة أسبوع، هذا هو الهدف من المعسكر.